السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروست فيديو. إن شاء الله النهاردة الجزء الأول من المشروع اللي احنا هنعمله، اللي هو مشروع ازاي تنشئ وش الجوكر في الأوبن سي في باستخدام الأوبن سي في. معناها ازاي ان انت تركب او تعمل سيم او اللي انت بتشوف معظم برضه البرامج اللي هي اللي على الاندرويد وكده، ان هو انت بحط لك صورة الجوكر على الوجه بتاعك او الوجوه اللي في الصورة عموما. يعني هنشرح شوية حاجات كده مع بعض عشان نقدر نوصل للنتيجة النهائية اللي انت اكيد شفتها. يعني انت اكيد شفتها على ال على الـ عموما. يعني هنشوف دلوقتي ازاي نعمل ماسك الجوكر يعني بالاوبن سي في. اول حاجة، لو انت يعني في مكتبة اسمها مكتبة الديليب دي هي مختصة. طبعا انا عشان اعمل يعني اجي لازم اجيب اللي هي الفيس لو اللي هي موجودة في الوجوه اللي موجودة في الايمج بتاعتي. فمثلا انا هستخدم مكتبة الديليب. في ميثودات او ميثودز تانية في الاوبن سي في هي بتعمل اللي هي الكاسكيد والحاجات دي، بس انا هستخدم الديليب. هي يعني مش هتبقى حاجة مختلفة. يعني هنستخدم هنا السي في تو والاو اس والديليب والمات بلوت ليب باي بلوت باي دوت بي بي واي بلوت از بي ال تي، وهنستخدم النباي از ان بي. طب احنا نعمل ايه في الاول؟ احنا في الاول بنعمل ديتكت للفيس، ومن خلال الديتكت في الفيس دي احنا بنديتكت الكي بوينتس في الفيس. ايه الكي بوينتس دي؟ اللي هي الكي بوينتس اللي هي لو انت مثلا عارف الديليب او عارف الديليب ازاي بتقتل الوجوه. في ميثود في الديليب من خلالها بقدر ان انا بجيب اللي هي النقط اللي على الوجوه دي، النقطه دي والنقطه دي وبتاع. في ديليب هي بتبقى ميثود واحده يعني بترجع لي النقط دي وخلاص، بس في الديليب عموما يعني هو بيرجع لي لغايه هنا بس. الاربع نقط اللي فوق دول هم اصلا مش بيجيبهم او مش موجوده في الميثود اللي احنا بنستخدمها. يعني هنتعلم ان شاء الله ازاي نجيب البوينت دي واي بوينتات تانية انت عايزها تجيبها، عايز تجيبها ان شاء الله. يعني هوريك الطريقة ازاي تجيبها. يعني عملنا امبورت للملفات بتاعتنا اهي، وعملنا استدعاء للديتكتور بتساوي دي دوت جيت فرونت الفيس ديتكتور. دي الدالة اللي بتخليها بترجع لي كان الكان ده هو اللي بيجيب لي الوجوه اللي في الصورة. والبريدكتور ده بنساوي بنقول له بيساوي دي لب شيب بريدكتور. شيب بريدكتور ده هو الملف اللي من خلاله بقدر اجيب اللاند ماركس بتاعتي. لو تلاحظ هنا مكتوب هنا شيب بريدكتور 68 لاند ماركس فيس لاند ماركس. الداله دي بترجع لي الوجوه، بترجع لي الوجوه بس، لكن الداله دي بديها انا الوجه وهي ترجع لي النقط اللي في الوجه ده اللي هي الكي بوينتس دي. طبعا الملف ده انا سيبه لك تحت في الديسكريبشن، هو بامتداد دوت دات. في ملفات تانية، في ملف مش تقريبا بيجيب 124 كي بوينت، وفي ملف تاني بيجيب 24 كي بوينت. انا لقيت بس 68. يعني لو ان شاء الله لو لقيت ملفات بكي بوينتس اكتر هتريحك كمان، ومش ممكن ما تضطرش ان انت تعمل الطريقه بتاعتنا اللي احنا نجيب اللي الطريقه اللي احنا بنجيب بيها الاديشنال كي بوينتس او الليب كي بوينتس الاضافيه، هتبقى موجوده اصلا في الملفات الجايه. لو لقيتها والله هحطها لك في الديسكريبشن. بسهوله جدا احنا بنعمل هنا استدعاء للفيس بتاعنا فيس دوت جي بي جي. انا نسيت استدعيها ثانيه واحده، استدعيها. هي دي بتبقى الايمج بتاعتي، وباخد منها نسخه من الايمج دي عشان هرسم فيها الكي بوينتس وبتاع كده والوجوه اللي انا جبتها. ادي هي دي الصوره اللي انا عايزها. اوبن اوكي. طبعا كل ده على كولاب، يعني احنا بنشتغل على كولاب بتاع دي. لكن بنقول جري دوت سي في تو دوت سي في تي كلر ساسي للايمج. يعني احنا بنحول هنا، طبعا دي اساسيات الاوبن سي في اللي يفترض تكون عارفها، يعني ان احنا بنحول بالكود ده الايمج بتاعتنا ليه جري، وبندي النسخة الجراي دي الجراي سكيل للديتكتور عشان يطلع لي الفيسز. بيرجع لي الفيسز دي عن طريق اللي هو بيرجع لي مربع حوالين كل فيس، العدد الفيسز اللي هو اكتشفها في الصورة بيرجع لي مربع على كل فيس، وبيدي الكوردينيتس بتاعته اللي هي الاكس والواي بتاعته والدبليو والويت. هنا انا عندي ديكشنري اسمه اللاندز، ده اللي انا هستخرج بيه، هستخرج الكي بوينتس واحطها فيه. دي ملهاش لازمة، مش عارف طبعا. هنا بنقول فور فيس ان فيس، احنا بنلف الوجوه اللي هو اكتشفها، بنقول هنا اكس واحد والاكس والواي واحد والاكس اتنين والواي اتنين. دي اللي هي الكوردينيتس بتاعت المربع اللي حوالين الفيس، الاكس واحد والواي واحد دي هي الكوردينيت بتاع البوينت اللي هي فوق على الشمال، اللي هي بتبريزنت المربع نفسه.
والاكس 2 والواي 2 هي النقطة اللي تحت على اليمين، اللي هي اخر نقطة تحت على اليمين اللي هي بتعمل المربع دي. طبعا انت لو طرحت الاكس 2 من الاكس 1 بيطلع لك الويدز اللي هو العرض، والواي 2 من الواحد بترجع لك الهايت. هنا بنقول بقى هنا ايه بريدكتور، بنديله الايمج اللي هي الجري اللي هي نفس اللي هي الصوره بتاعتنا اللي هي الايمج، وبنديله البوكس اللي انت عايز تجيب لي من خلاله الفيس بتاعه، اللي هو الفيس اللي انت بتحدد له الفيس بتاعك اللي انت عايز تجيب له اللاند ماركس، وبيطلع لك فيه لاند ماركس. هنا بنقول هنا فور ان رينج 068. احنا بنلف بقى اللي هو اللاند ماركس دي، بنقول ان اكس بتساوي لاند ماركس دوت بارت ان دوت بارت اللي بترجع لي انا عايز اللي هو اللاند مارك اللي هو رقم زيرو او رقم واحد دوت اكس اللي هو الكوردينيت بتاعه، وكذلك الحال مع الواي. وبنقول هنا لاندز، خد بالك هنا اللي هي دي لاندز، يعني تعالى اوريك كده بس حاجه ان ايه هي اصلا يعني الترقيم بتاع الكي بوينتس اساسا. فين دي؟ ايوه دي هي 68 كي بوينت، يعني هو لغايه بقى ما يفتح براحته. احنا بنرسم، يعني احنا بنقول باللاند ان اكس واي، احنا بنعلن عن ايتم جديد في الديكشنري بالكي رقم 2 والاكس والواي بتاعته. ونقول سي في تو دوت سيركل كابي، ارسم في الكابي سيركل حوالين اللاند مارك دي، وهي هتكتب رقم اللاند مارك اللي انا عايزه. طبعا هو ده بيبقى شكل اللاند مارك بتاعتي هنا، بواحد اتنين تلاتة اربعة بيبدأ من الشمال هنا. هي دي طبعا عشان تاكسسه في المصفوفات في بايثون لازم بتقلل الاندكس برقم اقل، يعني لو هو واحد فانت لو اللي هو الكي بوينت واحد هيبقى زيرو، كهكذا. نقفل بقى، بنقول هنا خلاص كده تمام، نعلن بس نعلن عندي. يقول لي هنا في خطأ detector is not defined. صح، احنا نسينا نعمل دي. فعموما يعني هنستخدم اللي هي الكي بوينتس دي في، يعني خلاص احنا لسه لغايه دلوقتي ما جبناش على فكره اللي هي الاديشنال كي بوينتس اللي هي الكي بوينتس الاضافيه، احنا لسه ما جبناهاش بس هنجيبها دلوقتي ان شاء الله. بس هي دي الكي بوينتس احنا بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها لو احنا عايزين نرسم مع الفيس حاجه، لو انت عايز ترسم ما بين نقط محدده لون معين فانت تستخدمها. حلو، هتستخدم الكي بوينتس. قلت له هنا سيفي تو دوت رايت الفيس لاندز، هنا بيرسم لي فيس لاندز اللي هي القبي. وتعالى كده ايه نشوف اللاندز دي جواها ايه. زي ما انتم شايفين هي كده جواها كل كي بوينت او كل لاند مارك، وفي الاكس والواي بتاعته اللي في الصورة دي. كلير اوتبوت، لو احنا عايزين نعرض الصورة طبعا هنا احنا بنعرضها، بيطلع لو انت شايف هنا كده ايه. تعال كده نفتحها. اهو رسم لي اللي هي الكي بوينتس اللي انا عايزها ايه حوالين الفيس بتاعي. طب تمام، دلوقتي انا معايا الكي بوينتس بتاعتي معايا في اللاندز دي اللي هي المصفوفة دي جواها. لازم يا جماعة لازم تحفظ، يعني بعد ما تخلص كده تحفظ الصورة بتاعتك الأصلية، أنت معاك الصورة الأصلية طبعا، وتحفظها بالكي بوينتس، وتحفظ اللاند دي، يعني تحفظ التلات حاجات دول مع بعض. أنا عندي هنا ده اللي هو هنحتاجها إن شاء الله قدام، إن إحنا هنا ده الفيس وده الفيس مع اللاندز المرسومة. وملف التكست بيحتوي على اللي هي اللاند ماركس اللي إحنا جبناها، اللي هي لسه أنا موريها لك دلوقتي. هي دي تاخدها كوبي كده من الكولاب وتحطها هنا، ودي طبعا الفيس ودي الفيس لاندز. يعني احنا وصلنا خلاص كده خلصنا، يبقى احنا كده هنجيب الاديشنال كي بوينتس. ايه الاديشنال كي بوينتس؟ زي ما انا قلت لك، هي خلي بالك في النقط احنا ما الدي ليب ما جابش البوينتات اللي احنا عايزينها. مثلا احنا عايزين نجيب اربع بوينت اضافيه، فاحنا مش عارفين مش عاي... ما جابهاش الدي ليب. طب نجيبها ازاي؟ عن طريق، لو انت عارف الاساسيات بتاعت الاوبن سي في اكيد مريت على موضوع الافاين ترانسفورميشن. ايه
لو مش فاهم افاين ترانسفورميشن هسيب لك لينكات تحت الفيديو ان شاء الله في الديسكربشن. احنا شارحين الافاين ترانسفورميشن في الايمج بروسيسنج في السي شارب. اي نعم بس سي شارب، بس هي هتفهمك يعني الافاين ترانسفورميشن ده بيمشي ازاي. بص عليها بسطه كده وتعالى، يعني لو انت مش فاهم افاين ترانسفورميشن كويس. الافاين ترانسفورميشن هو ان انت بيبقى عندك مثلا، يعني مثلا انا عندي الوجه ده، هو ده التمبريتري بتاعي. يعني ايه دي الوجه اللي انا العمليه بتاعت الاديشنال كي بوينتس عباره عن ايه؟ يعني مثلا انا عندي صور تانية بناس تانية، قصدي ايوه بناس تانية بوجوه تانية، فانا بختار 3 بوينتات من هنا و3 بوينتات نفس الثلاث بوينتات الكي بوينتس دول هناك، وبجيب الافاين ترانسفور او جيت الماتريكس، اللي اتضربت في البوينتات دي راحت للبوينتات التانية، واستخدم الماتريكس دي في ان انا بحدد طبعا على الصورة هنا دي. يعني بقول هنا في بوينت، هنا في بوينت، هنا في بوينت، هنا في بوينت، وبضرب البوينتات دي في الماتريكس بحيث ان هم يجيب لي البوينتات دي بقت فين في الصورة الجديدة. لو انت مش فاهم ارجوك بص على تحت في اللينكات اللي هسيب لك تحت في الديسكريبشن ان شاء الله، يا ريت تبص عليها. طب ماشي، البوينتات دي يعني بنعلمها ازاي؟ عن طريق بس ان انت بتروح هنا. طبعا انا يعني معلش يا جماعة لو في حاجة مش واضحة في الفيديو ريت تسيب لي تحت التعليق وان شاء الله ارد عليك. لو في حاجة مش واضحة بتيجي هنا اوبن ويز بوينت. لو انت لما انت تيجي يعني تجيب الاحداثيات بتاعت البوينتات دي، يعني مثلا هو فتح عندنا الصورة دي هنا، فمثلا انا عايز اجيب مثلا احداث البوينت دي، مثلا البوينت دي تعالى كده اغير اللون عشان تبقى واضحة اكتر، البوينت دي ومثلا البوينت دي والبوينت دي والبوينت دي. بس انا عايز اجيب البوينتات دي مثلا الاربع والفور بوينتس دول. طبعا انت ممكن تجيب اي بوينتس تانية مش شرط الفور بوينتس دول. بتيجي هنا بالمؤشر بتاعك تيجي هنا تقف عليها، هنا هتلاقي تحت على الشمال في اللي هو رقمين كده اللي هو الاكس والواي، تاخدهم وتنقلهم يعني تكتبهم كده في ورقة او تكتبهم على النوت باد عندك في الويندوز. تاخد كل نقطة من اللي انت حددتهم دول فاهم، هتلاقيها تحت على الشمال، هي دي الاكس والواي بتاعتها. بعد ما تاخدها بتروح على خلاص بقى احنا خلصنا. احنا دلوقتي انت لازم يكون معاك ايه، احنا معانا الفيس اللي هو التيمب بتاعنا، واللي هي الارقام اللي هي البوينتات الجديده اللي احنا عايزين نجيبها، والبوينتات القديمه اللي هي جابها دي ليب. ننزل بقى كده تحت، سيبك كده خلاص بقى تكنسل الكلام ده كله خلاص، كاننا دخلنا في حاجه تانية. بس انا ضميت المشروعين مع بعض عشان الوقت وكده. فبنقرا هنا نفس الحكايه مفيش اي مشاكل، بنقرا الفيس وبتاع، بس بنضيف 4 بوينتس تانيين طبعا على حسب البوينتات اللي انت الجديده اللي انت عايز تجيبها. انا بس بضيف هنا 4 بوينتات جديده لكل فيس، يعني ممكن انت تجيب 6 5 اي رقم اللي انت عايزه. وبعد كده بنقول هنا بي بتساوي بي دوت فلوت 32، وبنقول هنا 4 اي ان رينج 0 والبي دوت شيب 0. البي دي اللي هي بتحتوي على كل البوينتس اللي هو جوه لكل الفيس. لو انت تلاحظ هنا انا بقول هنا ايه، لما بلف الفيسز بلف اللاند مارك بتاع كل فيس بضيفه في مصفوفه باسم بي. وطبعا هنا بضيف هنا اي ارقام، انا بنقول هنا اكس بزيرو والواي زيرو، وبنضيف هنا ده يعني احنا بنحجز مكان بس، يعني هي دي مش قيم الحقيقيه، لا احنا بنحجز مكان بس للفور بوينتس اللي احنا هنجيبها ونحطها في هنا فاهمني. بعد كده بيقول 4 اي ان رينج 0 بي دوت شيب 0 نوت 72 ستيب لا ستيبس بتاعتك من 72 دي اللي هي عشان يلف بين كل فيس وفيس. بنقول هنا بي مين بوينتس اللي هي البوينتات بتاعت اللي جابها الدي ليب بتساوي اللي هي الاي ولغايه الاي بلس 68، دي البوينتات بتاعت البوينتات دي انا هستخدمها في ان انا هجيب البوينتات الاديشنال. اوكي الاديشنال بوينتس بتاعتي تمام. هنا بنقول اديشنال بوينتس بتساوي ماب تو مين بوينتس، دي ده اللي احنا هنعمل لها امبلمنت فوق اهي، هنشوفها دلوقتي هنشرحها باذن الله. بس خليك معايا بس دلوقتي، بنقول هنا بي اي بلس 68 لغايه الاي بلس 72 دي بتساوي الاديشنال بوينتس. وبعد كده بيرسم سيركلز حوالين كل البوينتس بقى اللي هي الاديشنال والكي بوينتس اللي قبل كده وكل حاجه. بعد كده ايه بيحفظ الصورتين، بعد كده بنجيبهم زي ما انت شايف كده. هو هنجاب الكي بوينتس اللي هي في صوره تانية خالص، هنشوفها مع كذا صوره دلوقتي ان شاء الله. ولازم تكون دقيق وانت بتحسب
يعني لو احنا جينا بصينا كده في الـ يعني عشان تطلع معاك نتائج كويسه يعني لازم تكون دقيق وانت بتحسب. يعني بص زي ما انت شايف مثلا اللي هو البوينتات دي يعني محذوفه شويه ناحيه اليمين بتاع، لازم تكون انت يعني واخد بالك وانت بتحسب الاكس والواي وانت بتحدد البوينتات دي لازم تكون متناسبه مع الشكل ده، لانها يعني على حسب يعني ممكن تستخدم الفوتوشوب مثلا لو انت عايز تحدد النقط دي ترسم مساطر بقى وتعمل الشغل بتاعك كده عشان تحدد الكي بوينتس بتاعتك بشكل ادق، لان هي لو هي طول ما هي ادق يعني في او متناسبه اكتر مع البوينتات اللي جابها الديليب هتكون احسن في البوينتات الجديده، هتكون احسن يعني في الديتكت او في لما تجيب الاديشنال كي بوينتس بتاعتك هتبقى احسن وهتبقى متناسبه اكتر. تعالى بقى نطلع ونشوف المابتو بتاعتنا بتعمل ايه. زي ما انا قلت لك بالظبط، هو انت بنعمل افاين ترانسفورميشن ما بين النقط القديمه بتاعتنا والنقط الجديده. زي ما انا قلت لك احنا بناخد ال بيبقى انا اللاندز اللي انا حفظتها اللي انت اكيد تكون حفظتها يعني من هنا. اللي هي ما انا قلت لك ان الافن ترانسفورميشن دي البي 1 اللي هي بتاعت التم بتاعه، والبي 2 اللي هي النقط اللي انا ببعتها له من الفيس بتاعي، بقول له انا البي 1 بتساوي ان بي دوت اري 535. طبعا يعني احنا هنا بنختار 3 بوينتات، وبنختار الثلاث بوينتات دول ايه هي نفس البوينتات دي بس في الفيس الجديد او الشكل بتاعنا الجديد. طبعا اخترت الثمانية والواحد وخمستاشر، لو انت بصيت هنا كده هتلاقي الثمانية هنا 535 اف 96 وهنا نفس الكوردينيت بتاعي. بنقول هنا التارجت بتاع اللي هي البوينتات اللي انا عايز اجيبها في الشيب بتاعي. طبعا انا اخترت الاربع بوينتس دول اللي هي اللي بتبقى على الجبهة بتاعت الوجه دي اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي، انا نقلتها قبل كده يعني. طبعا انت هتحط هنا عدد الكي بوينتس بتاعتك اللي انت عايزها. يعني بنقول هنا ام 1 بتساوي ان بي دوت وانس واحد وتارجت دوت شيب واحد. دي بنستخدمها في ايه؟ ده بنستخدمها عشان لما هنضرب التارجت بتاعنا في الماتريكس اللي احنا هنجيبها من ناتج اللي هي الماتريكس اللي اتضربت في البي واحد عشان تطلع لي البي 2، دي انا هضربها في التارجت عشان تطلع لي التارجت الجديده اللي هي الاديشنال كي بوينتس الجديده بقى هتبقى فين. فعشان التارجت دي يعني مثلا لو انت بصيت هنا التارجت دي 4 بوينتس، فهي حجمها كام؟ 4 في 2. الماتريكس اللي هتطلع من البي 1 والبي 2 طبعا انت عارفها، يعني لو انت ما احنا قلناها في الافان. طبعا انا بفترض انت رحت وبصيت وعارف الافان ترانسفورميشن، الماتريكس اللي بتتضرب في الافان ترانسفورميشن بتبقى 2 في 3، ف2 في 3 في 4 في 2 ما تنفعش، لازم يكون الرقمين اللي في النص دول بيساووا بعض. انت فاهمني؟ فاحنا هنا بنعمل ايه؟ بنقول هنا التارجت ان بي دوت اري هنا اللي هي 4 في 2 دوت ترانسبوز دوت اس تايب 2 ان بي دوت فلوت 32 دوت ترانسبوز. دي بتحول لي بدل ما بتكون 4 في 2 يعني 4 صفوف في عمودين، لا بتكون صفين في 4 عواميد، صفين اللي ان كل بوينت الاكس والواي هي اللي على الصفوف والبوينتات هي اللي بتكون على العواميد، فاهم؟ فبتكون هنا ان التارجت دي الشيب بتاعها كان بيكون 2 في 4، ف2 في 3 في 2 في 4 مش هينفع برضه، لان احنا لسه عندنا برضه مشكله ان هم مش هيساووا بعض. فاحنا بنحل المشكله ازاي؟ ان احنا بنضيف وحايد صف وحايد كده اللي هو على المصفوف بتاعت البوينتس. فلو انت بصيت بنقول ان بي دوت وانس واحد صف واحد في تارجت دوت شيب واحد اللي هو كام عمود بقى عندك كام بوينت دوت اس تايب 2 ان بي دوت فلوت 32، والتارجت بتساوي ان بي دوت في ستاك ان احنا هنعمل لها فيرتيكال ستاك، ان احنا هنضغط او مش هنضغط، هنجمع المصفوفين دول مع بعض بحيث ان هم يكونوا مصفوف واحده، مثلا 2 في 3 زائد 1 في 3 تبقى 3 في 4، 2 في 4 قصدي في زائد 1 في 4 هتبقى 3 في 4، فاهمني؟ بعد كده بنقول ام بتساوي سي في 2 دول، دي الام دي الماتريكس اللي احنا هنجيبها من ناتج البي 1 والبي 2. ام سي في 2 دوت جيت افاين ترانسفورميشن ما بين البي 1 والبي 2، وهنا تارجت بتساوي ام دوت دوت دوت، دي بتضرب المصفوفين في بعض بتاعت الام اللي هي الماتريكس والتارجت اللي هي البوينتات اللي انا عايزها. بتطلع في متيار بحطه برضو تارجت، التارجت ده بيطلع لي كام؟ زي ما قلت لك 2 في 3 في 3 في 4 بيطلع لي كام؟ 2 في 4، فانا بعملها ترانسبوز عشان ترجع تاني 4 في 2. معلش يا جماعه بس انا بشرح بسرعه، يعني لو مش فاهم حاجه
اكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليك. انا عارف ان انا بشرح بسرعه يعني في كلام مش فاهم، وفي حاجات يعني ممكن تكون وقعت مني، انا اسف. بس يعني لو في حاجه مش واضحه مني يا ريت تكتبها تحت في التعليقات، وانا الحاجه اللي انت مش فاهمها وانا هقول لك عليها ان شاء الله. فبس تعالى كده ايه نعمل رن للحته دي، نشغل دي كده، بعد كده نفتح الفيس لاندس. زي ما انت شايف هو جايب هنا اللي هي الفور بوينتس دي. تعال كده مثلا نجرب صورة تانية، مثلا نختار الصورة رقم واحد عندنا. طبعا كل ده بيبقى على الدرايف، يعني الصور دي انا حطيتها على الدرايف. هاي الصورة عندي اهي، لو احنا جينا فتحناها اهو، اهي جاب لي اللي هي البوينتات اللي على الجبيه. طبعا يعني البوينتات قريبة من بعض شوية عشان الصورة دي صغيرة والفيس صغير شوية، فهو جابها لي قريبة شوية. زي ما انت شايفين هو عندي 68 كي بوينت، لا انا عندي هنا 69 70 وبتاع. ده اللي هو الجزء الاول من المشروع اللي احنا عاملينه. طب ايه هي يعني بنستخدمها في ايه الحاجات دي؟ بنستخدمها اللي احنا هنرسم الماسك، اللي هو في طبعا في مشروع الجوكر اللي احنا عاملينه، احنا هنرسم ماسك حوالين كل البوينتس دي. هنجيب الكونفكس هال، طبعا دي بيلت ان فانكشن جوه الاوبن سي في، من خلالها ان انا بجيب الحيز او الكونتور اللي حوالين كل البوينتس دي، وارسم مثلا الابيض اللي هو الماسك الابيض بتاع الجوكر ده برسمه عليه. فبس هو ده كان اول جزء، نشوف الجزء التاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بصوت فيديو تقنية. إن شاء الله النهاردة ده الجزء التاني من المشروع بتاعنا. إن شاء الله النهاردة هنتعلم اللي هو الباقي، اللي هو إحنا إزاي اللي هو المشروع بتاعنا اللي هو تركيب وجه الجوكر على الوجوه بتاعتنا اللي في الصورة. دلوقتي هنتعلم إزاي نعمل أصلا الماسك بتاعنا، أو لو أنت مثلا مش عايز تعمل وجه الجوكر، أنت عايز تحط مثلا ماسك على الوش بتاعك اللي هو نضارة مثلا، اللي هي الحاجات اللي إحنا بنشوفها في فلاتر دي، اللي هي اعلام دول، لو انت عايز تلون الوش بتاعك بطريقة معينة. الحاجات دي هنشوفها ان شاء الله. ممكن نستخدم اي برنامج تاني، انا استخدم برنامج الفوتوشوب عندي. لازم تكون طبعا معاك الصورة اللي احنا فتحناها المرة اللي فاتت لو انت تفتكر، يعني الصورة اللي هي الفيس دي، يكون معاك الصورة دي او اي صورة احنا استخدمتها انت قبل كده، يعني غير الصورة دي يعني، فاهم؟ واللي طبعا يفضل تكون نفس الصورة اللي هي الصورة اللي فاتت. نجيب بقى اللي هو الماسك بتاعنا الجوكر، انا حطيتها في حاجة، ايوه هي دي. هسيب لك برضو لينك الحاجات دي في الديسكريبشن. اوبن، هو ده الشكل بتاعنا، جايبها من على النت. ممكن تستخدم الشكل ده، انا بس انا يعني حاطط شكل تاني، يعني مش شرط نجيب الشكل ده عشان يعني محتاج ده شغل شوية، ومش محتاج شغل، حاطط شكل تاني مش فاكر فين. ايوه هو الشكل ده، ماسك اوي اوبن، هو ده اللي مش هو اهو. انت ممكن تستخدم اي ماسك، بس انا هستخدم الماسك ده لان انا مش محتاج اللي هي الماسكات اللي هي بتاعت الجوكر الحقيقة. انت ممكن تستخدم نفس الماسك اللي فات ده، انا جبته من على النت، بس انا هستخدم الماسك ده. اللي احنا هنعمله دلوقتي ايه، ان احنا هناخد الماسك ده نستخدم اداة الممحاة بتاعتنا، نشيل اللي هي الخلفية بتاعتنا دي، هو بيشيلها، ونحدد بقى عن طريق اللي هي مثلا نحدد عن طريق اللي هي العلامة دي، عن طريق حاجة زي البين تول كده. ممكن تستخدم طريقة تانية في الفوتوشوب، انا ضعيف في الفوتوشوب، بس دي الطريقة اللي انا عارفها، دي اللي انا لقيتها على النت. يعني تاخدها دي كده، كل ده تروح كده في الصورة بتاعتنا بقى وتحطه هنا. تسنتره بقى انت على الوش يعني، فاهم؟ تظبط الماسك بتاعك ان هو يكون على الوش بالظبط، وتحط ماسكات تانية ما فيش مشكلة عادي. لو انت عايز تعدل على الحجم والتدوير تدوس كنترول تي، هتلاقيه واحد ان انا بس الفها كده شوية بس، وتنقلها سيكة كده ظننا تحت بس كده، ونعمل صح تمام.
ايه تاني؟ طبعا انا عندي اللي هي الباك جراوند بتاعتي واللاير بتاعتي، فانا بضيف باجي هنا، بضيف لاير كمان اسمها اللي هي من سوليد كلر اللي هو لون صافي، تختار انت اي لون اللي هو اللون العزل بقى اللي انت هتعزل بيه الماسك بتاعك عن الصورة اللي هي بتاعت الوش. طبعا ده بعد ما انت مثلا ظبطت بقى الماسكات بتاعتك، لو انت عندك كذا ماسك وتحطه على الوش بتاعك. نخلي دي زيرو، هيبقى بي جي ار، هندوس اوكي، نسحب كده الماسك ده تحتيه، يكون اللي هو ما بين الباك جراوند ما بين العيون بتاعت الجوكر بتاعتنا، هتلاقي ده كده ظهر عندي. فبس هو ده كان الماسك اللي احنا عايزينه، اللي هو هنعمل كده الماسك كده، احنا بنعزل الباك جراوند بتاعتنا عن الماسك ده. الماسك ده نحفظه هنا، تيجي هنا تقول هنا سيف اس، وتحفظه بصيغة جي بي جي. بس انا حافظه قبل كده، فانا مش محتاج ان انا احفظه تاني. هخش بقى كده على كولاب، نقفل كده نو. طبعا هي نفس الطريقة، يعني نفس الطريقة اللي احنا، بس بدل اللي هي بتاعت المرة اللي فاتت، بس بدل ما احنا هننقل البوينتس، لا احنا هننقل الشكل ده. يعني احنا هنعمل ايه؟ في المرة اللي فاتت احنا قلت لك ان احنا بنجيب الماتريكس اللي اتضربت فيه البوينتات عشان تجيب البوينتات اللي في الشكل اللي من خلال البوينتات اللي في الصورة دي اللي احنا جبناها في البوينت، نفس البوينتات بس في الفيس اللي هو في الصوره الجديده اللي هو الفيس الجديد. يعني بتجيب الماتريكس دي ونضرب الماتريكس دي في ال البوينتات اللي احنا عايزينها عشان نجيب لها البوينتات الجديده اللي هناك. لا الماتريكس دي احنا هنعمل وارب افاين بقى، وارب افاين احنا هنضرب الصوره اللي هو الماسك الجديد ده اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي في الصوره اللي هو الماسك بتاع العيون، نضربه في الماتريكس دي بحيث ان يطلع لنا الصوره او الماسك ده بقى فين في الايمج الجديده. وبنعمل شويه اوبريشن عشان بنعمل شويه عزل، يعني ان احنا بنشيل اللون الاخضر بقى من الصورة اللي هي بتاعتنا، وخلاص طلع لنا بقى اللي هو يطلع لنا اللي هو ال العيون لوحدها، وناخدها نحطها في الايمج الجديدة. هنشوف كل ده دلوقتي يعني، بس عشان بس الكولاب بطيء شوية وعندنا الكمبيوتر بطيء، ف الدنيا زفت يعني. الحمد لله، مش عارف يمكن تكون سامعين انتوا صوت المروحة بتاعت اللاب اصلا، لا مولع اساسا. انت مش شرط تستخدم كولاب يعني، انا بستخدم بس كولاب عشان انا عندي مشاكل في الديليب، في مكتبة الديليب عندي مش شغالة على الكمبيوتر عندي، مش عارف ليه يعني. حاولت ان انا اعمل لها انستول، ناس كتير اوي فعلا عندها المشكلة دي اللي هو الديليب مش شغال عندها، انا برضو مش شغال عندي، فللاسف انا مش هقدر استخدم اللي هو الديليب، مكتبة الديليب عندي على الكمبيوتر، فانا بضطر ان انا استخدم كل ده على الكولاب عندي. نفتح هنا الجوكر ماسك، ده اللي هو النوت بوك اللي انا من خلالها بعمل اللي هي الجوكر ماسك بتاعي. خلاص فتح الكولاب اهو معانا، رفعت انا الماسك ايز والمدوي الماسك. انا عندي ماسكين هنا اللي هو ماسك للجوكر بتاعي احنا لسه عاملينه اللي هي العيون، هنجو اللي هو الماسك ده، وماسك تاني اللي هو شوية علمين دولة مصر وفي فلسطين وفلسطين، اللي هو دول العلمين مصر دول بيكونوا على الخدين وفلسطين بتكون على الجبهة كده، يعني عشان اوريك ان الماسكات كلها شغالة يعني مفيش مشاكل. هسيب لك الكود ده تحت في الديسكريبشن، بس انا عايز اوضح لك حاجة بس اللي هي شوية حاجات بس اللي هي انا عندي دالة البوينت دي. دالة البوينت دي كل مهمتها ان انا اديها الايمج وشوية بوينتات اللي هي ترسم عليها، اللي هي ترسم جواها البوينتات دي، والكرر الكلر اللي انا عايز ارسمه بس. اقرا يعني انت بقى الكود ده مع نفسك يعني، انا عشان بس وقت الفيديو ما يكونش طويل. والبلند دي وظيفتها ان انا اديها الصورة واديها صورة كمان، والبوينت والالفا. البلند دي مشابهة يعني شوية كده ليه الادويتد اللي هي الفانكشن اللي هي بتاعت الاوبن سي في، اللي هي الادويتد اللي انت بتضيف يعني بتعمل بلند الصورتين مع بعض. بس انا في الفانكشن اللي هي الاد ويتد دي انا عملت لها يعني امبلمنتيشن هنا، بس المشكله في الاد ويتد بتاعت الاوبن سي في انها ما فيهاش ان انا عايز حته معينه في الصوره بس اللي تعملها بليند.
فانا عملت لها امبلمنت يعني اللي هي الاس ار سي اللي هي الصوره والفوتو بتاعتي، والبي اللي هي البوينتات اللي انا عايز اعمل عليها البليند، والالفا. الالفا دي انا عايز قد ايه من الصوره الاصليه بتاعتي. انا عندي صوره اصليه واخد بالك، وعندي الصوره بعد ما اتلونت. انا عايز بقى من خلال الصوره المتلونه دي، انا عايز بس جوه اللي جوه اللي جوه البوينتات. يعني مثلا انا مثلا مديله ان هو يرسم في البوينت اللي فوق، في داله البوينت، ان هو يرسم مربع مثلا في نص الصوره. فانا عايز جوه المربع دول عايز ارسم شويه، يعني عايز شويه دوائر مثلا او اشكال تظهر من الصوره اللي وراها زي اللايرز كده. فانا بديله الاس ار سي اللي هي الصوره الاوليه خالص، والفوتو اللي هي اللاير اللي هي الصوره بس وهي متلونه، والبوينت والالفا. الالفا دي من خلالها ان انا بشوف انا مثلا عايز مثلا لو اديت الالفا دي 0.9 من 10، فانا عايز 90% من محتويات الصورة الأصلية خد بالك تظهر عندي في الصورة بتاعت اللي هي الصورة المتلونة وهكذا بقى. فطبعا انا بستخدم هنا البوينت بلوجين تيست عشان بشوف كل بوينت لو هي جوه الكونتور اللي انا بعته ولا لا، اللي انا عايز اعمل ايه بليند. لو هي جواه فانا بضرب الالفا دي في البي جي ار وبطلعها في الفوتو بتاعتي. هنا بقى دي دالة التركيب. التركيب دي انا بديها الايمج بتاعتي والايتم اللي هو الشكل بتاعي اللي هو الماسك اللي انا لسه مريهولك دلوقتي، والبي 1 والبي 2 دي اللي انا من خلالها بجيب. يعني بدل ما احنا بنعمل جيت اب، احنا بنعمل جيت برسبكتيف ترانسفورم. يعني الجيت برسبكتيف ان احنا بنضيف بعد تالت اللي هو البعد اللي هو الزي اللي هو 3 دي. بنقول هنا برضو نفس الحكايه، برضو نفس الحكايه نفس الكلام بتاع الجيت افاين ترانسفورميشن. بنقول هنا من البي 1 جيت افاين جيت برسبكتيف ترانسفورم من البي 2 للبي 1. البي 2 دي يا جماعه اللي هي البوينتات اللي هي في الايمج الاولانيه اللي احنا عملنا عليها الماسكس والحاجات دي. البي 1 دي البوينتات الجديده بقى اللي هي جت من الايمج. بنقول هنا ريس دوت سي في 2 دوت وير برسبكتيف للايتم، والام اللي هي الماتريكس اللي طلعت. الام الايتم دي يا جماعه اللي هي الصوره اللي هي الماسك اللي انا لسه مرهولك اللي هو الماسك بي اللي هو الخلفيه الخضراء دي. هنا بقى بنعمل عزل بقى، بنلف كل الاكس والواي. لو الاكس والواي دي قيمتها مش في رينج اللي هو الاخضر قوي، اللي هو يعني هي قيمه البكسل دي مش اخضر قوي، يبقى دي بكسل خاصه بالايتم. فانا بقول ايمج الواي واكس بتساوي ريس واي اكس اللي هي الريزولت. يعني هنا بنعمل عزل، وهنا بنعمل الماب تول اللي هي بتاعت اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت عشان نجيب الاديشنال كي بوينت. وهنا احنا بنعمل كل الكلام ده خلاص بقى، احنا هنا بنضيف كل الكلام ده. طبعا احنا لغايه هنا شرحنا المره اللي فاتت، وهنا بنقرا الماسك بتاعنا، وهنا بنلف طبعا جوه كل كي بوينت او كل 72 كي بوينت ده بيمثلوا فيس في ال في ال في ال في ال في الصوره بتاعتنا. بنعمل هنا كونفكس هال، وبعد كده بنعمل ريشيب للكونفكس هال ده. بنعمل كده بنقول له بوينت ارسم في الكوبي، ارسم في الكوبي دي البوينتات بتاعت الكونفكس هال و255 255. وبتعمل هنا بليند للايمج والكوبي والهال اللي هي البوينتات دي 0.4 من 10. عشان يعني لو انت بص كده تحت، لو احنا جينا نزلنا تحت كده، فانا كده ايه نعمل رن عادي. عشان اظهر شويه من محتويات الصوره الاصليه اللي هو الوش، من لما انا بعد ما رسمت اللي هو الابيض ده اللي هو اللون الابيض ده. هو ده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين هنا، في اللي هو اللي يظهر شويه من الانف والحاجات دي عشان تبان اكتر في الصوره بتاعتي. وبس هنا بقى بنعمل هنا اللي هي بعد ما رسمنا اللي هو الماسك ده، بنحط اللي هي العيون اللي احنا جبناها دي، بندي له بي 1 بيساوي ان بي دوت اري الفيس بي اللي هي دي 6 و10 و45 و36. دي نقطه انا اخترتها من الصوره التمب بتاعتي، ودي البوينتات اللي هي الاصليه اللي هي في التمب الاولاني. لكن البي 1 دي يا جماعه هي اللي في الفيس اللي في الايمج دلوقتي اللي انا عايز احط عليه الماسك. البي 2 دي هي نفس النقط اللي هي السته والعشره دي، بس في الصوره القديمه اللي هي بتاعت البنت اللي احنا كنا عملنا عليها الكلام، عملنا عليها الماسك والحاجات دي اللي احنا استخدمناها في البارت الاول اللي هو الفيديو اللي فات. وبنعمل تركيب بقى، وبنعمل هنا ايه، بنقول هنا بلي بتساوي ان بي دوت ري هنا دي بتاعت ايه دي
بنعمل هنا بليند للعيون دي اللي هي بتاعت البليند للعيون عشان نصغرها، واحنا بنقول هنا واحد دي معناها ان انا عايز المحتوى بتاعت الصورة الاصلية بتاعت العيون كاملة، مش عايز اي بليند، انا عايزها تجيب لي العيون من غير اي تأثر باللون ويحطها لي في القبيل. هنا بقى بنجيب اللي هو الماوس، احنا هنرسم حوالين الماوس. الماوس بسيط جدا، احنا بنجيب الكي بوينتس اللي احنا جبناها حوالين البق، وبنعمل بليند حوالين اللي هي اللي هي الفم من جوه، لكن الشفاف احنا بنلون الشفاف وبنعمل بليند للبق عشان يظهر لي بالشكل ده كده. هنا بنعمل بوينت، بعد كده بنجيب البوينتات اللي احنا عايزين نعملها بليند وبنديها للبليند، بعد كده بنعمل شو للصورة بتاعتنا. معلش انا بشرح بسرعة، في حاجات كتير فايت تاني عشان معلش، بس فلو في حاجة انت مش فاهمها اقرا الكود الاول، لو ما فهمتوش يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليك بالسر اللي انت عايزه. فلو مثلا انا مثلا عندي صورة تانية، مثلا صورة رقم 2 مثلا، استنى كده شوية. اهو الصورة كده زي ما انتوا شايفين كده برضو نفس الحكاية. طب ماشي، افرض انا عايز اغير الماسك بتاعي، انا مش شرط استخدم الماسك بتاع عيون زي ما انا وريتك دلوقتي ماسك ليه علامة الدول، فانا مثلا ايه دول ماسك اللي هو الماسك بتاع الدول اللي عندي، ماسك الدول ده عندي اصلا، يعني انا عملته قبل كده، فانت ممكن تعمله. فين والله مش فاكر حطيته فين، بس اهو هو طلع لي الشكل اهو بتاع الماسك بتاعه، العلم فلسطين على الجبين وصورة علم مصر تحت على الخدود وكده. فبس هسيب لك الكود ده تحت في الديسكريبشن اللي انت تبص عليه، ولو في حاجة في اي استفسار انت عايزه انا هرد عليك ان شاء الله، هرد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.